أطلق الأمن السوداني قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشارع مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وخرجت المظاهرات في سيني الدوار الأزهري في أم درمان وكذلك في ضاحية بري شرقية مركز الخرطوم قبل أن تتوقف بسبب هطول الأمطار. ويواصل المحتجون التظاهر بشكل شبه يومي في المنطقتين. وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت يوم أمس 7 متظاهرين من بينهم 3 أطفال في تظاهرات الأحد. هذا وقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن السودان يمر بمرحلة جديدة يتطلع فيها إلى توافق وطني شامل للإسهام في تشكيل ما وصفها بحكومة مدنية كاملة. وفي كلمة بندوة نظمها جهاز المخابرات أوضح البرهان أن الحكومة المدنية المرتقبة ستتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء الانتخابات. بكم وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها شعبنا بشغف إلى توافق وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني. إذن مظاهرات جديدة في أم درمان تواجهها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع. نتابع تفاصيلها مع مراسلنا من الخرطوم وائل محمد الحسن. تفضل وائل. نعم جمال، تجمع العشرات من المتظاهرين في مدينة أم درمان وتحديدا في صينية الأزهري لما لها هذه المنطقة من رمزية لوجود منزل الزعيم إسماعيل الأزهري، ما أن تجمع المتظاهرون إلا وواجهتهم الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. كذا الحال أيضا كان في شرقي الخرطوم في منطقة بري، أيضا كانت هنالك مواجهات وعمليات كر وفر ما بين المتظاهرين وما بين الأجهزة الأمنية. استخدمت أيضا الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين في بري الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ولكن هطول الأمطار بغزارة في الخرطوم وأم درمان أنهى هذه التظاهرات لهذا اليوم التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة في ما أسمته بإحياء الأحياء. ولكن في بري رغم هطول الأمطار والتي كانت متقطعة أحيانا في هذه المنطقة لم تتوقف المظاهرات فيها، وكانت عمليات الكر والفر داخل الأحياء وبين الطرقات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي العديد من التجاذبات والمبادرات التي قد تكون شعبية نحو ما والتي تقودها بعض التيارات الصوفية في السودان، بينما أيضا الكيانات السياسية تقود أيضا من ناحية أخرى ما أسمته الميثاق السياسي أو الدستوري الجديد الذي تطرحه قوى الحرية والتغيير. هذا المشهد السياسي الآن في اتجاه، والاتجاه الآخر هو اتجاه الشارع الذي تقوده تنسيقيات لجان المقاومة التي تنظم المظاهرات منذ انقلاب 25 من أكتوبر وحتى الآن. واستطاعت تنسيقيات لجان
المقاومة من خلال الهيكل الأفقي أن تقود هذه المظاهرات دون أي استقطابات من قبل الأحزاب السياسية أو حتى من قبل العسكر، التي تحاول كل الجوانب في هذه المرحلة محاولة إمالة هذه التنسيقيات ناحيتها لما لها من قوة في الشارع. جمال، دعنا نتابع من خلال التقرير القادم كيف استطاعت تنسيقيات لجان المقاومة من خلال هيكلها الأفقي من قيادة الشارع السوداني المناهض لإنقلاب 25 من أكتوبر. لجان المقاومة في السودان رأس الحربة في حرك الشارع والربع العسكري والأحزاب معا. هذه التشكيلات الثورية تدير عمليات الاحتجاج منذ الانقلاب على المؤسسات الدستورية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. تسير مواكب الاحتجاج والعصيان المدني وتدريس الشوارع، تتكون من نشطاء وثوريين من الجنسين غالبا، وتتمركز في أحياء العاصمة الخرطوم والولايات السودانية الأخرى. تحاول جميع الأطراف من عسكر وأحزاب سياسية استرضاءها أو اختراقها والسيطرة عليها، لكن يبقى النقد مسلطا على وضعها باعتبارها ممثلا شعبيا لكن دون هياكل أو انتخابات. اكتسبت الشرعية عبر الحراك القاعدي الجماهيري من الشعب السوداني في المناطق، فبتلقى أي لجان مقاومة في منطقة معروفة ومسنودة بدعم شعبي، وده الأداء الشرعية القاعدية في المقام الأول. بعد ذلك اكتسبت الشرعية السورية من خلال حراك على مستوى الشارع. ومن أجل توحيد رؤيتها السياسية أصدرت لجان المقاومة ميثاق تأسيس سلطة الشعب، ميثاق يتضمن المطالب الشعبية والتأمين على دور الأحزاب السياسية. وقعته جميع تنسيقياتها. ترتبط لجان المقاومة في الأحياء والمدن مع بعضها بهيكل أفقي يضمن وصول جميع الآراء دون إقصاء للقواعد، وتقول إن أي تغيير في هيكلها الأفقي سيؤدي إلى القضاء عليها. هي كتنظيم قامت على أنها تنظيم أفقي وليس رأسي، ورعي عند تطبيق هذا التنظيم الأفقي في لجان المقاومة ألا تتعرض إلى الاختراق من قبل الأجهزة السلطوية. وتظل لجان المقاومة الصخرة التي تتكسر عليها جميع الاتفاقات التي تتجاوزها وتتجاوز مطالب الشارع. منذ انقلاب 25 من أكتوبر تمكنت تنسيقيات لجان المقاومة من تصدر المشهد، وأصبحت الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة تتنافس فيما بينها لاستقطابها. فهل تتمكن تنسيقيات لجان المقاومة من مواصلة قيادة الشارع؟ وائل محمد الحسن، العربي، الخرطوم. شكرا للزميل وائل.